بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. ومن بعد، اسمي ميمون أزحاف، رئيس جمعية ذوي احتياجات الخاصة في إجر مواس. أنا معاق، أنا مشكل ديالي ما تزادتش هكا، مشكل ديالي حتى كبرت شوية عاد دا في هاد الشيء هذا، ولكن يعني أنا تعانيت من سميتهم الإعاقة، وتعانيت من مشاكل ديال الإعاقة، ولكن أنا بالنسبة للإعاقة ديالي أنا مثلا مهم تأثرت فيا في المشاكل ديال التنقل، مشاكل ديال شكون اللي غيهزك، شكون اللي غيتكلف بك، شكون كذا، ولكن كاينين الناس كثار مني، كاينين الناس اللي تعانوا بزاف، اللي ما لقاوش الكرسي المتحرك بحالي انا، بحال اللي ساكنين في الجبولات مثلا، ما عندهمش الامكانيات، ما عندهمش المشاكل كذا. وحنا عاوتاني من ناحيه السكينه الدريوش، الاقليم الدريوش كامل رحنا متعددين اكثر مسميتو من المدن الاخرى بالنسبه لعدد الاشخاص المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه. والمشكل ديالنا حنا راه خص بنادم يفكر فينا ويشوفنا، وضروري بنادم يشوف من حال ما كاين الوطرقان حتى لتما، ما كاين الادويه، ما كاين السبيطار بالنسبه للاشخاص المعاقين اللي ساكنين في الجبولات، يعني ما 30 سنه 25 سنه ما عندهم، ما خرجوا ما شافوا حتى برا كاع، الفقر، الملابس، المشكل ديال البطاقه الوطنيه ما عندوش باش المهم يوصل لشي بلايص، ماشي حتى تما. المهم بزاف ديال المشاكل اللي حنا في، المهم رحنا في شي مشاكل ماشي حتى تما بالنسبه لمضاعفات الناس اللي بزاف، الناس بزاف، المهم عندنا النسبه بزاف ديال المعاقين في سميتو في الاقليم ديالنا، راه عندنا واحد النسبه كثير كثير بزاف، وسورتو الجماعه ديالنا اجر مهوس، راه عندنا واحد شي 150 حاله ولا كثار. حنا تحسينا جمعنا داك الشيء، ولكن باقي ما كملنا عاد، باقي تاني الناس عندنا شي 130 حاله، وباقي عاد الناس ما عندهمش الخبر، وحنا شفنا الدواور وكذا، ودرنا واحد المبادره، مشينا حنا برجلينا بحال، المهم مشيت انا في الطوموبيل شخصيا، شفت الناس بحالي، شفت الناس المعاقين اللي كيتعانيوا بالمشاكل بحالي انا، لقيت انا راسي واحد الحاجه اللي تما بحالي، انا ماشي معوق عليهم هما، هما يعني واحد الكرفيس، واحد المهم شي مشاكل ماشي حتى تما، المشكل ديال الماكله كاع حتى لاخر حاجه، المشكل الملابس، مشكل ما شافوا حتى شافوا، ما كيشوفوش برا كاع، ما تيخرجوا برا، ما المشكل حنا زعما استاهلين واحد الحاجه، بغيت نوصل واحد الهضره للمسؤولين بعد هما الاولين، حنا احتاجينا واحد العنايه زعما باش يشوفوا فينا، باش حنا رحنا ماشي بحال المدن، يمكن يتحرك بالكروسه، يمكن كذا، ولكن حنا راه زعما في واحد الاعانه. شوف الجبوله، المناطق النائيه، شوف انتم ما كاين غير العقبات، ما كاين غير الجبوله، ما كاين غير كذا، وحنا راه استهلينا واحد الحاجه. انا لو كان ساكن في المدينه ما نهضرش على هذا الشيء هذا كاع، ولكن دابا رحنا في واحد المشكل اللي زعما ما نقدرش نعبر على المشاكل اللي رحنا فيها، ولكن ضروري خصنا واحد العنايه، واحد يشوفوا فينا المسؤولين هما الاولين، بعد اللي مسؤولين بهذا الشيء هذا، راه حنا تنسينا ومنسيين هذه المده. انا عندي 44 سنه دابا،
ما شفت ما والو من المسؤولين لا من الدولة ولا من أي حاجة. يعني ضروري خصنا واحد شي واحد واحد الدعم بعدا، يشوفوا فينا، يجيو عندنا، يسقسيونا. المهم بزاف المشاكل، ولكن حنا 44 سنة وما جا عندنا حتى واحد، ما سول فينا حتى واحد. درنا الجمعية، بدينا الناس المهم مشينا هنا تيردونا، مشينا كنمشيو من هنا تيردونا. المهم يعني بحال حنا ما بحال ما تزادناش الحياة كاع، حنا بحال ما رحناش في الدنيا، بحال ما ماشي بشر، بحال حنا يعني منسيين حيت تما حتى لتما. يعني راه ضروري هذا الشيء هذا خص يكون بعدا غيسقسي فيك بنادم بعدا، يبلغ لك غير السلام بحال اللي كان شي 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 الهضره كان الا فك لك بنادم غير بالسلام والله يجيب الله اللي يفهمه ما يعطينا والو، غير بعدا يسقسينا بنادم ويسقسيو فينا ويشوفوا فينا ويشوفوا من حالتنا ونشوفوا المناطق الاخرى او الثانيه. كاينين الجبولات، كاينين الناس اللي قلت لكم ما تيخرجوا ما تا والو، يمكن انا تنهضروها ولكن ملي تجوا تشوفوا المسؤول يشوفوا المسؤولين يشوفوا المناطق يشوفوا هذه الحالات هذا، ربما لعل وعسى يفكروا فينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساعدة عقيدة راح يتعلم كتشوفوها. حنا مش جيت حليت الحانوت، ما ضروري خصني المعاونة، خصك اللي يعاونك ضروري تحل واحد الباب. واحد الباب إلا احنا في العروبية فين غتلقى بنادم ساعة ساعة ونص، ها انت تبقى تستنى بنادم يجي يعاونك. إذن راح احنا هضرنا على المعاونة، راح نستحقين واحد المعاونة اللي نديرو احنا. ضروري خصنا المعاونة، خصنا المعاون ضروري، خصنا المعاون. ونتمنى ان شاء الله من الفوق يشوفوا فينا ويعاونونا، ضروري خصنا المعاونه.